رجل متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما الحكم في هذا القول؟ وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟ إذا قال ابنتك علي أم، نعم، معناه أنه ظهر منها، كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي، نعم، وهذا حرام كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهي ليست أمه، إنما هي زوجته، أحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. على الترتيب: أولا العتق إذا قدر عليه، ثانيا إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام، ثالثا إذا لم يستطع الصيام وجب عليه إطعام 60 مسكينا، ولا يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة. جزاكم الله خيرا.